ذكرنا عيسى الحلو في الكثير من العديد من الجوانب الإنسانية الجميلة. وأستاذ عصام يعني عيسى الحلو برضو واحدة من أعماله الجميلة أنه فتح الدروب للشباب في كتابة الشباب والنهوض بجيل مثقف، أنه كان حتى بينشر أعمالهم الثقافية في الملفات الثقافية التي كان يشرف عليها، برضو واحدة صحيح من صحيح. والمتابع مثلا أمس القريب لما جاء نبأ رحيله، للناس اللي بيكتبوا إذا كان شعراء أو قصة أو روائيين كتبوا حقيقة، عبد العزيز بركة ساكن وآخرين كتبوا عن عيسى الحلو محبتهم له، وعن إنه فعلا يعني كان صديق بشكل كبير، وإنه استفادوا من تجاربه ومن علاقاته معهم. و يعني كان يعني أنا أحكي عن موقف شخصي يمكن معي، أنا وأنا قد بلغت من الكبر عيتية ما عدنا شبابا، لكن يعني وقتها كان تجي لعيسى الحلو في كنا احنا في المنافي، ونجي لعيسى الحلو في الزيارات في جلالة الرأي العام، ويستقبلنا ويقول لك يا اخي ما دام جيت خلينا نعمل حوار. نعم يعني عيسى الحلو بقامته الكبيره يقول لك انت لسه يعني تتلمس طريقك في الكتابه، يعني نعمل معك حوار، ويعمل حوار بيعمل حوارات يعني كثيره جدا على فكره. لما كان مشرف على هذه الملفات الثقافيه في حوارات كثيره جدا اجراها عيسى بنفسه مع ادباء شباب وغير شباب، فلا اكيد اكيد له اسهامات كبيره وله ايادي في انه الناس فعلا الشباب يعني نعم. يصل صوتهم من خلال نشر لاعمالهم ومن خلال حوارات بشكل مباشر معهم.